أهلا وسهلا. هتعرف نفسك للمتابعين. أنا إبراهيم الهادي علي الطوار. بتقول إيه بقى؟ ابنك عمل فيك إيه؟ ابني زغدني كام زغد وطردني في الشارع أنا وإخواته ومراتي. ومش عايز يستجيب لحد. وما فيش فايق يعني أنا يعني. هو بيتك ولا بيته؟ يعتبر بيته أنا ليه الربع فيه. ليه؟ أنت كنت متزوج. ايوه. وزوجتك اللي هي والدته توفيت. اوكي. فاصبح ليك تقريبا زي ما انت بتقول ربع البيت. ربع البيت. تزوجت بعد وفاتها بعامين بزوجتك الثانيه شيماء، وانجبت منها يوسف وندى. أيوة. عندهم نسبه اعاقه ذهنيه. ايوه. عايش في بيت مكون من كم دور؟ انا عايش في بيت دورين، هو قاعد في دور وانا قاعد في الدور الارضي. وبناكل وبنشرب والحمد لله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه عايز يطردني من البيت. ليه؟ معرفش. انا سمعت انه هو عايز يجيب حماته المطلقة يقعدها في البيت. سألنا في البلد لتحرر المصداقية، لان الكلمة اللي احنا بنقول عليها او الصحافة والاعلام بمعنى عام مسؤولية اخلاقية. سألنا الناس قالوا لنا لا، ان انت بعت البيت لابنك ومضيت ليه تنازل. هل الكلام ده صحيح؟ لا مش تنازل، انا بعت له بيع وشراء، وهو حدد معاد عشان يقبضنا الفلوس فيه. فما اداناش. ده من امتى؟ موجودة. من امتى؟ من حوالي 10 سنين. يعني انت بعت له مضيت له ايه، تنازل ولا بيع؟ لا بيع مش تنازل. بيع. بيع. اعطاك الفلوس؟ ما ادانيش الفلوس. والشهود طلبوه كذا مرة عشان يجيب الفلوس. طب الشهر جه عمال يمطوع فينا. فانا قطال، يا يديني الفلوس حق الربع بسعر اليوم، يا اما يديني حق. ما فكرتش تكتب محضر بده؟ اتكلمت في الكلام ده في المركز وفي النقطه. قالوا دي موضوع تاني، ده ما يخصناش. يعني انت كتبت محضر بايه؟ بان هو ضربك وطردك؟ انما موضوع البيت انا دي اتجاهك للمحكمه. تمام. اتجاه للمحكمه. تقدم بلاغ في المحكمه، والمحكمه تتصرف في الموضوع ده، مش مسؤوليتنا احنا البيت ده. تمام. وانا في الشارع دلوقتي. بيت في الشارع بقالك كام يوم؟ احنا بقالنا اسبوع. الجيران صوروا حضرتك لينا امبارح في فيديو صغير كده وبعتوا لنا، وقالوا لنا استغاثه. استغاثه؟ انا بستغيث وبطلب. قالوا لنا الحاج ابراهيم بعد السن ده كله مشرد وبينام في الشارع. هل فعلا بتنام في الشارع يا حاج ابراهيم؟ فعلا، وسيادتك والناس كلها موجوده. بقالك كام يوم؟ بقالنا اسبوع، 8 ايام النهارده. طب ما فكرتش تعاتي بابنك وتقوله ليه عملت فيا كده؟ مش قابل من اي حد كلام، ولا من قابل من حد صلح. الناس بتندى عليه وعشان يرضوه ويصدقوه، وهو مش عايز. انت قلت لي الناس بيقولوا لي روح اكتب فيه بلاغ وتثبت او تخليه يتنازل لك عن حقك في البيع طالما ما اديش لك فلوس، ما اديش لك الفلوس. وفي ناس ثانيه وفي ناس ثانيه بتقول لك اكتب فيه او ارفع عليه قضيه ان هو ينفق عليك، نفق ان هو ينفق عليك، وان انت مسؤول منه بعد هذا العمر، بعد ما شاب وبقى راجل المفروض هو اللي يرعاك. لا، ولا بيسال عني، ولا بيسال عن اخواته التعبانه دي. عندهم ايه؟ عندهم نسبة اعاقة. تعالي يا شيماء هنا. العيال دي راحت. ازيك؟ انت زوجة الحاج ابراهيم؟ شيماء. اسمك شيماء؟ في ايه بقى؟ ايه الموضوع اللي حصل؟ ما هي ضربتني. مين اللي ضربتك؟ صح، اللي هي زوجة ابنه. ضربتك ليه؟ شديد مشاعري. عشان في اللي انت ملكوش حاجة هنا. ملكوش حاجة هنا؟ ايه، مش هتاخد حاجتك. سرق يمه. دي عزالي يحطه. دي عزالي كمان. طردوك من البيت يعني ازاي؟ يعني حصل مشكلة ما بينكم؟ ضربوكوا ولا قالوا لكم اطلعوا فطلعتوا؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ ده هي ابن لي طلعي عشان اختي تجزع فيه. هي قالت لك كده؟ مش معقول. والله هي قالت كده. تمام. وبعدين؟ قلت لي. ضربتك ازاي؟ على راسي. مش شعري. وقالت لي مش عايزة شني. هي عندها مشكلة شوية في الكلام، صح؟ كتير. ممكن الكلام اللي قالته تنساه وتقول كلام تاني. ممكن كلام اللي قالته بتتلخبط شوية. اللي قالته لك تقولك ممكن تقول لك كلام تاني. طب انت مناشدتك للمسؤولين ايه يا حاج ابراهيم؟ يجي يدخلوني بيتي اللي انا تعبت فيه في حياتي 37 سنة. الناس هتستغلطك تقول لك انت بعت وتنازلت عنه لابنك ليه؟ حتى لو انا بعت. انت كتبت عقد بيع ولا كان الموضوع بالظبط؟ امال كان على ورق. ورق مكتوب في ايه بقى؟ ورقة بيع ولا تنازل؟ بيع. ثانيه، بتقول ورقه بيضة؟ ما كانش مكتوب فيها حاجه؟ لا، المحامي كتبها ومضيت
والشهود الاثنين ماضيين والشهود موجود. ثانية، المحامي كتبها قبل ما انت تمضي ولا انت مضيت الاول؟ لا قبل ما امضي. كتب ايه، بيع؟ كتب بيع. سجلته في الشهر العقاري مع بعض؟ ما سجلتش حاجة، ما فيش ورق السجل. والشهود موجودة، والشهود اللي ماضيين على الورق موجودين. وقالوا احنا مستعدين نشهد معاك ان انت بعت له وبس ما خدتش فلوس لغاية دلوقتي. وطلبنا من اكتر من 10 سنوات. وطلبنا كذا مرة بالفلوس. قلت طيب 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 وعلى كده. كنت تتوقع ان في يوم ابنك ممكن يعمل فيك كده؟ لا ده ولا اليهودي يعني. ما عرضش عليك؟ قالك مثلا يعني هدي لك فلوس؟ لا. انت قلت لي، قال لي اطلع بره، اسكن بره وانا هديك كل شهر 1000 جنيه. هدفع ايجار الشقه. هدفع ايجار. هدفع ايجار الشقه اللي هتقعد فيها. طب ما ممكن يدفع شهر وتاني شهر يقول لهم مش دافع، اطردوه. يبقى عملنا ايه؟ انت النهاردة بتقول لي انا عايش في 70 من عمري، ولادي لسه 13 و12 سنة. 75 سنة. كنت مستني اخوهم الكبير يسأل عليهم. يسأل عليهم، يحن عليهم. حتى لو الواحد مات يبقى مات مرتاح ان فيه اب تاني لاخواته. ما عندكش ارض زراعية او بيت تاني او اي املاك؟ لا 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 الحمد لله. امال انت عايش ازاي؟ ما فيش اي معاش طيب ولا اي حاجه؟ هو المعاش تكافل وكرامه. تقريبا قد ايه؟ 675 جنيه. اعمل بيهم الولاد في المدارس، اولاد حضرتك؟ الولاد كانوا في المدارس، والمدرسه طلعتهم على اساس انهم ما بيعرفوش يتكلموا، ما فيش تجميع. بتكشف عليهم؟ لان انا شايفه ان ابنك قلت لي عنده تشنجات ومصاب بحاله معينه صحيه لازم ليه من علاج وجلسات تخاطب وغيره. هو محتاج علاج. بتعمل كده؟ منين؟ انا بقبض ايه عشان ده الاشعه المقطوعيه اللي طالبينها على المخ ب 1500 ولا ب 1600 ما اعرفش. طب بقول لك ايه، لو ابن حضرتك سامعه ممكن تقول له كلمه قلبه يحن ويرجع ان هو يقويك في المنزل تاني او ترجع في البيت تاني؟ لا عمره ما قلبه هيحن الا بالعافيه. شايف ان الحل الوحيد تدخل القوات الامنيه تقصد، ولا استجابه المسؤولين؟ المسؤولين. طب مفروض يكون معاك محامي يتبع الاوراق دي ويعمل اوراق معينه. اجيب محامي منين؟ انا لا اكل. تقصد تقول انت عايز محامي متطوع يقف معاك؟ متطوع يقف معايا يساعدني لله. لله. معلش ماني معايا منين؟ والله ما معايا. ده 675 جنيه. هيعملوا ايه الاربع افراد؟ اثنين معوقين ومره وواني. هيعملوا لنا ايه؟ اربع افراد. هيعملوا هياكلوا بكام؟ طيب قول لي انتوا بتاكلوا ايه وانتوا في الشارع كده؟ اقسم بالله جبنه حادقه وعيش، هي دي اللي احنا عايشين عليها بقالنا اسبوع دلوقتي ولا اكتر. اشتروها يعني من وكده؟ لا والله ناس بتعطف علينا يا ستي. ياه والله. بعد انت كنت شغال ايه يا حاج ابراهيم؟ انا كنت شغال ترزي. ترزي؟ لحد كام سنه؟ او اشتغلتها لمده كام سنه المهنه؟ انا اشتغلت لغايه سنه 2000. وبعد ال 2000 الحال وقف. اشتغلت بقى من امتى؟ كنت شغال من وقت شبابك يعني؟ من شبابي. ربيت ابنك ده وخليته راجل. وخليته راجل. ويعرف يلبس حلو. واكل حلو. شغال ايه هو؟ هو شغال في كل حاجه، في اي حاجه. بمعنى؟ في مزرعه فراخ. في اي حاجه. عنده اولاد ومتزوج وكده؟ عنده ولد وبنت ومتزوج. طيب احنا سمعنا من حضرتك، ودايما بنقول احنا في الحياد لا ننحاز لاي طرف من الاطراف. وحق الرد مكفول للطرف الثاني. لو عايز يرد يرد، يطلع يرد عشان ما يكونش في حكم بناء على كلام طرف واحد. رد. وعندي شهود، الشارع اللي انا قاعد فيه ده كله بيشهد برميته في الشارع لغايه امبارح. ناس واقسم بالله في الشارع بيعطف على ناس كل شهر. اتصل بصناع الحياه واتصل بالجمعيه الشرعيه وقال لهم يا جماعه واحد ظروفه واحد اثنين ثلاثه نام في الشارع هو ومراته وعياله، عايزين نقف جنبه نشوف له شقه وهندفع له ايجارها كلنا كده، نجمع وندفع ايجارها. شايف ان الغريب واقف معاك متعاطف معاك وضناك وضنايا مش واقف معاك. انت حررت محضر، لما حررت محضر زوجه ابنك عملت ايه؟ راحت كتبت محضر انني بشمها وبهنها. واقسم بالله ما حصل. ما هو عشان ما كانوش عارفين يطلعوني من البيت بداوا يشتغلوا ايه؟ على المحاضر. تمام. بتطالب بايه دلوقتي الجهات الامنيه والمسؤولين؟ الجهات الامنيه والمسؤولين يقفوا جنبي ويجي ويعالجوا لي عيالي. يعالجوا لي الواد والبنت. ده اللي اطلبه من ربنا ومنهم. عايزه ايه يا شمال؟
انت عاوزه ايه؟ عايزه ارجع بيتي. ارجع بيتي. انت مش مرتاحه بره بيتك؟ ولمس الشارع كده في الشارع من عيال جوزي ما ينفعش كده غلط. وانت عندك بنتك عروسه 13 سنه ما شاء الله. اهي عندي عروسه بيه. اهي عندي عروسه يعني جوزي ده في الشارع كويس انت ما في الشارع عشان خاطر واحده دي واحده دي ما في الشارع ليه؟ والناس يزقوا فيا يقول لي روحي مع اخوكي ما تعدش ويقول لي روحي انا بعيط ومش عارفه اركب العربيه وربنا ما بيشد فيا بيزقني فيا بالعافيه واتخبطت في اخوي انا مش راح والله ما انا راحه راحت عيطت كلها في الشارع ولا لا روح قلت لي انا خدمت زوجة ابنه كتير وللاخر ما صنتش العيش والملح ما صنتش لا كنت بتعملي لها ايه يا شيماء؟ كنت بعمل لها بغسل لي وعامل فيها فاشل واغسل وعي وكانت تعبانه لما كانت تعبانه تقع من طولها على الارض انا اشيلها ويسند معايا وجوزك الحاج ابراهيم يشيل معاك يشيلها معايا زوجة ابنه يعني بيقول دي زي بنتي طب انت كنت بتخدمها بمقابل كانت بتديكي مثلا فلوس او حاجه؟ لا ما كنت بتعملي كده ليه؟ عشان خاطر انت طيبه وغلبانه عشان دي؟ عشان خاطر هو قول لي اطلعي شيماء فوق هو قول لي اطلعي ليها فوق شوفي عاوز ايه اغسلها ولا انشرها ولا شوفي عاوز ايه طلعت له غسلت لها وياها غسلت لها الشقه ومسحت له بلاه وقفت طلعت لما يهدموا فوق طلعت لما يهدموا من فوق يا شيماء طلعت لها لميت والاخر يا شيماء طبعا الاخر هزقت مش هزقت حراميه شتمتك وضربتك وقالت عليك حراميه؟ لا حول ولا قوه الا بالله حراميه على ايه؟ ده كانت جايبه حلاوه زي بتاع مد النبي زي اليومين دول كده ودت يوسف حته والبت حته ودي خدت حته طلعتها حراميه عشان خدت حته حلاوه من بتاع المود النبي بقت حراميه بقت حراميه سرقت الذهب والالماس يا شغالي حته حلاوه يا زين كوفيه في شغله كوفيه بنتي ده يوسف يا جماعه شايفين القعده اللي هم قاعدينها هم كانوا قاعدين في الشارع اللي بره يعني لكن علشان الاطفال ما يتلموش علينا حاولت ان انا اجيبهم في الشارع ده الشارع هنا صعب المنطقه هنا صعبه يعني قريه تابعه لمركز المنصوره قريه ميت جراح ده يوسف ازيك اسمك ايه ايه يوسف انت اسمك ايه ندى ندى ايه يبقى ايه ندى يا علي الاطفال عندهم مشاكل صحيه نتمنى ان حد يستجيب ويتم علاجهم او اي دكتور يتكفل بعلاجهم حتى لو حاجه بسيطه مش تكفل كامل يساعد في علاجهم الاسره دي يعني لو حد عرض على حضرتك تقعد في دار ايواء او دار رعايه للمسنين لا طبعا ما ينفعش وكمان ما ينفعش عشان الاطفال او تتفرقوا عن بعض لا ما ينفعش طبعا انت عاوز ايه عاوز ترجع لبيتك ارجع يعني؟ بيتي اللي انا مربيه فيه قضيت عمرك يعني فيه 37 سنه في قلب البيت اسيبه وامشي ازاي اسيبه وامشي ازاي